السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير وإلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم أندى العالمين. برنامج هيكون مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيب. طيب. ونورت شاشة قناة الناس. الله الحقيقة يمكن قصة البرنامج يعني قدرها الله سبحانه وتعالى بشكل لم يكن متفق عليه بيني وبين الشيخ. مكالمة هاتفية بقول للشيخ أنا عايز أعمل برنامج اسمه الناس والنبي، فالشيخ قال لي الاسم ده مش حلو. قلت له طيب حضرتك ننقي اسم وعايزين نسجل مع حضرتك 5 حلقات إذا ربنا وفق إن شاء الله، ومع كل شيخ هنختاره حضرتك تقولين على بعض المشايخ ده ترشحها نسجل معاها كل شيخ 5 حلقات. والله ده اللي حصل بالظبط. الشيخ استرسل في الحديث معايا، قال لي 2 شعر جمال قوي كنت اول مره اسمعهم في حياتي، اللي هم في التتر بتاع الاغنيه بتاع البرنامج نفسه. ثم بدا الشيخ يسترسل طوال الليل ما يقرب من الساعه بيكلمني عن 2 وايه معناهم. فلما قال لي طب ايه رايك هنسمي البرنامج ده اندى العالمين، كل ما اقول لحد ان انا هعمل مع الشيخ برنامج اسمه اندى العالمين اجد الكل يتوقف مش فاهم معنى كلمة أندى العالمين يعني إيه. فيمكن ده اللي خلانا اتفقنا مع فضيلة الشيخ ربنا يديله الصحة والعافية ووافق مشكورا إن إحنا نتحرك في هذا المعنى مع الناس في شهر رمضان، حتى يكون الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف شوية، بعيد بقى عن التيار والسلك في الكهرباء والإيمانيات في القلب والحاجات الدارجة في أحاديث الكثير. الشيخ شاف إن إحنا محتاجين نرتقي في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل يكون أقرب للناس وأوضح للناس. ودي كانت قصتي مع الشيخ الحقيقة في بداية كلامنا عن البرنامج، لكن اسمحوا لي إن أنا أبدأ مع الشيخ وأقول له فضيلة الشيخ ما حدش كلمته عن اسم البرنامج إلا وتوقف عند معناه ومش فاهم يعني ايه اندى العالمين، وكل واحد يقول له حط كلمه ندى وحط قدامها الف في التليفون عشان يبتدي يفهم معايا يعني ايه اندى العالمين. فايه حتى تشرح لنا الاول البيتين اللي حضرتك كنت كلمتني فيهم عشان نقدر نوصل للناس فكره اندى العالمين. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هو هذا البيت ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، ده قصيدة بيت من قصيدة مدح بها جرير ابن عطية عبد الملك ابن مروان. وجرير اللي هو صاحب النقائض مع الفرزدق يعني. نعم. فلما وصل جرير إلى هذا البيت كان عبد الملك ابن مروان متكئا فجلس وقال كيف قلت، فأعاد عليه الإيه هذا البيت مرة أخرى فقال من كان مادحا فليمدح بمثل هذا. من كان مادحا فليمدح بمثل هذا. نعم. وقرأت لبعض العلماء المتقدمين أنهم قالوا هذا أمدح بيت قالته العرب. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وبعدين البحر نفسه اللي هو اختاره جرير لهذه القصيدة بحر الوافر، وهذا من أمتع البحور في التفعيلات بتاعته يعني. نعم. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. نعم. جميل يعني في إيه. نعم. في يعني الشاعر الموفق هو الذي يختار البحر ليبرز به المعنى. نعم. فعشان كده حتى القصيدة نفسها أنا لما قرأتها شعرت أن أنا نفسي بقى يعني بأتمايل وأنا أقرأها. نعم. يعني. نعم. فهو معنى البيت بيقول له أنتم خير من ركب المطايا، ولا يستغني أي إنسان أن يركب مطية. نعم. فكأنه قال أنتم خير العالمين وأندى العالمين بطون راح. الندى هو البلل الخفيف واللي هو معروف. الندى معروف. الندى. نعم. فإن لم يصبها وابل
فطل. نعم. الطل ده اللي هو الايه؟ الندى. اللي هو الندى. والندى بيطلق على الجود والكرم وعلى السخاء. فيقول أنتم أندى العالمين بطون راحي. الراح اللي هي راحة اليد. نعم. الكف الإنسان له ظهر وبطن. نعم. بطن اليد دي اسمها الراحة، راحة اليد. تكلم عن الجود يعني. طبعا، لأن نعم. الإنسان إذا أراد أن يعطي أحدا إنما يعطيه براحة يده. نعم. ما بيحطش الدرهم ومرميه في وشه. نعم. يعني مثلا بظهر إيده يعني. نعم. فأندى العالمين بطون راحي، يعني أنتم أكرم الناس في العطاء والعطية. الله. أنا لما قرأت هذا البيت قلت هذا لا يستحقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهل كان جرير بن عطية بيقصد يعني أن هو بيكلم عبد الملك بن مروان بهذا البيت لشخص عبد الملك بن مروان، ولا كان في تصور عند عبد الملك بن مروان أنه برضو زي ما قلت حاك أنه من مدح فليمدح بمثل هذا، ممكن البيت ده ما ينفعش للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا 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 لا، هو أراد بالعكس، هو أراد أن يقول إنك بلغت الغاية في مدحي. نعم. فمن كان مادحا فليمدحني على قدر مكانتي. ده أمير المؤمنين، فخلاص لما تمدح أمير المؤمنين لا تسويه بالناس. نعم. واخد بالك؟ زي النابغة ما يقول لك كأنك شمس والملوك كواكب. كواكب. نعم. فطبعا يعني برضو إيه يعني علاه جدا. نعم. فأراد أن يقول من أراد أن يمدحني فليمدحني بمثل مكانتي. نعم. لا أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا بيني وبين نفسي قلت أول ما قرأت هذا البيت وأعجبني وأحسست بأريحية في قلبي من جهدي، قلت أنه لا يستحق هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أنت كلمتين عن البرنامج وكذا جاء اسم البرنامج عفوا، وخطر على بالي بيت جرير ابن عطية داو. دي حقيقة. يعني نعم. والحقيقة أنا يعني لا أخفي إعجابي أنا بهذا العنوان، يعني أندى العالمين هو صلى الله عليه وسلم، يعني نداه تفرق في كل الشعاب والأودية. رأى الناس البصير الصحاحي. طب ده هيقودنا يا فضيلة الشيخ إلى مسألة الأسوة، إذا كنا نتكلم عن أندى العالمين، والمعنى اللي حضرتك بتقوله إن إحنا شايفين إنه فعلا لا يستحق هذا الوصف إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بنتصور دايما إن الإنسان اللي يعني بتكمل فيه هذه الأوصاف ويستحق هذه المزايا العالية والمدح العالي لابد أن يكون في محط أسوة، يعني الناس بتتأسى به بتنظر له بهذا الشكل يعني. نعم. حك شايف أنه هل مسألة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعفت في هذه المرحلة في حياتنا لدرجة أن احنا ما بنلتفتش إلى هذه المعاني؟ هو طبعا يعني لا شك أن هذا المعنى ضعف كثيرا في نفوس كثير من المسلمين، لأن الله عز وجل اشترط شرطين لمن أراد أن يتأسى فتسهل الأسوة عليه، فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم. وإيه اللي بيخلي الإنسان لا يتأسى؟ لأنه أعماله كثيرا ما تكون للدنيا. يعني مثلا لو أخذنا أي شيء ظاهري، وأنا بقول ظاهري ليه؟ مش لأنه أهم من الجوهر، لا، الجاهر الظاهر مع الجوهر يتناغمان. نعم. في بناء الالتزام يعني. نعم. لكن أنا بقول الظاهر لأنه الذي يظهر لنا، بخلاف الباطن أنا لا أستطيع أن أقيمه يعني. فمثلا أنا لو أخذت اللحية مثلا كظاهر ل سمت المسلم. سمت المسلم. نعم. لماذا لا يعفي أغلب الناس لحاهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا أقول أنه يعني التحى أو أعفى لحيته لأنها كانت من سنة للعرب ولا الكلام ده، لا، لأنه حض عليها في عدة أحاديث، حديث ابن عمر وأبي هريرة. نعم. وغيرهما من الصحابة يعني. نعم. لو أنه الذي يريد أن يتأسى، لو أنه تأسى لله واليوم الآخر سهل عليه هذا، لكنه دائما ينظر إلى مصلحته في الدنيا من وراء التأسي، فيقول أنا لو عفيت لحيتي
ممكن أفصل من عملي. نعم. ممكن لا أترقى. في بعض المعيدين في الجامعات مثلا كان يقول لي لما أقول له لماذا لا تعفي لحيتك، يقول لي لأن أنا لو عفيت لحيتي هاخد الماجستير بدل ما أخده في سنتين أخده في أربعة ست مثلا ولا أخده في ستة. نعم. تمام. طيب أنت طب متى تعفي لحيتك؟ ما أنت لما تاخد الدكتوراه مش هتترقى لي مثلا أستاذ مساعد وأنت سيب لحيتك، ولو بقيت أستاذ مش هتبقى رئيس القسم لو أنت عفيت لحيتك. نعم. ولو بقيت رئيس القسم مش هتبقى رئيس الجامعة، يعني معناه أنك مش هتربيها خالص لو عفيت لحيتك. نعم. وبعدين لو بقيت رئيس الجامعة مش هتبقى وزير التعليم العالي لو عفيت لحيتك. يبقى إذا قل لي متى. إذا لما أنا أجي أنظر إلى الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصف الأسوة هنا. ليه؟ لأن في أسوة بالشر. نعم. بخلاف مثلا قوله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. فأخلى الحكمة من ذكر الوصف ووصف الموعظة ووصف الجدال. لأن الحكمة حسنها ذاتي، فإن خلت من الحسن لم تكن حكمة، ولذلك يقبح أن نصف الحكمة. نعم. يعني اسمها يكفي يدل عليها تكون اسمها حكمة فقط. نعم. نعم. إنما الموعظة ممكن تكون موعظة جافة. نعم. فلذلك أمره أن تكون حسنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين بالقول والفعل. تمام. فيبقى أنا إذن الموعظة ممكن أنا وأنا أقف على المنبر، ودي بتحصل لي وبتحصل لك وبتحصل لأي واحد بيرقى المنبر، بننسى نفسنا أحيانا ونوبخ الناس بما نحن واقعين فيه. يعني ما تاخد بالك إزاي. نعم. الإنسان بياخد سخونة المنبر وهو بيتكلم، يتكلم مثالي جدا جدا، وقد لا يكون هو على نفس المستوى الذي يتكلم به. العلو على الناس حتى في درجات المنبر نفسه مثلا، يعني يعني بتبقى رجليه على أعلى من دماغ أي واحد من القاعدين. نعم. زي ما كان بعض الشيوخ يعني. نعم. لما كنت يعني اشتكيت له مرة في مطلع حياتي خالص وأنا بخطب الجمعة يعني، فقلت له في بعض الناس كل ما أخطب الجمعة يقول لي أنت ما كنتش في الفورمة، أو أنت، قال لي يا ابني كفاية أن رجلك أعلى من راسي يقعد فيه. كان يقول لي الكلام ده في بداية حياتي يعني، وأنا في. نعم. في تانية سنة وثالثة سنة لما كنت بطلع المنبر يعني. نعم. فأنا عايز أقول يعني الموعظة ممكن تبقى جافة وعنيفة وغليظة، فأمر المرء بأن تكون حسنة، والجدال لأنه بيبقى في حظ نفسه وأنا عايز أغلب. نعم. فأكد عليه أكثر، قال بالتي هي أفعل التفضيل. أحسن. أخذ. نعم. لك إزاي. فلما النبي الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. يبقى في أسوة سيئة. طب الأسوة الحسنة لا تأتي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لمن كان يرجو الله. إذن الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن تخف، أن يخف الفعل عنه، يبقى يرجو الله. نعم. ويرجو اليوم الآخر، لأن اللي هي دي درجات يرجو الله. قد بعض الناس لا يستطيع أن يصل إلى هذا المعنى. هي برضو يمكن فضلت الشيخ ساعات الناس بتقف عند الكلمة دي كثير، يعني ما معنى كلمة يرجو الله؟ هل هي الإخلاص ولا رجاء ثواب الله في الآخر؟ يعني هو يرجو. نعم. الله أي يرجو رحمته وثوابه وجزاءه. نعم. تمام. المسألة دي لأنها نظرية كثير من الناس ما عرفش يستحضرها، وكذلك اليوم الآخر. بس اليوم الآخر يمكن أن أستحضره لكثرة ما جاء فيه من وصفه وتفصيلاته، والجنة والنار. نعم. وقبل ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل والحساب والكلام ده. نعم. فيمكن فدي أنا عندي درجات بأترقى فيها، وذكر الله كثيرا. فالذي يحقق هذين يسهل عليه أن يتأسى. نعم. إذا أراد أن يرجو الله عز وجل فلا ينظر إلى الناس. نعم. إذا أراد اليوم الآخر ويعلم أنه لا ينفعه أحد، والمساءلة بين يدي الله فردية، ولن ينفعه أنه فعل هذا لأدي فلان أو علان، يمتسهل عليه الأسوة. نعم. فكل من صعبت عليه الأسوة في أي مجال من مجالات الحياة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها فعلا وأمر به، أو فعل فعلا ولم يأمر به، ما هي دي برضو درجات. نعم. إذا صعب عليه ذلك فلينظر وليفتش في نفسه، سيجد غالبا أنه لا يرجو الله بهذا الفعل ولا يرجو اليوم الآخر، حتى وإن ادعى بلسانه ده، حتى وإن ادعى بلسانه. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 نبيا وآباءهم وأبناءهم وذرياتهم، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى.
استدل العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، إذ جمع الله له كمالات الأنبياء فجعلها فيه، لأن كل نبي من 18 نبي دول ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم وأزواجهم، وكل واحد من هؤلاء كان له فضيلة في نفسه تميز بها عن الآخر. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة من كل نبي فاجتمع له الخير كله، والفضل كله، فتم له الكمال بهذه الآية. يمكن ده برضو في معنى في سورة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نفس القصة برضو بهذه السورة. طيب فضلت الشيخ، يمكن كتير من الناس بتقول كيف أحقق هذه الأسوة؟ يعني الكلام الناظر زي ما حق سهل، إنما المحكات العملية بتبقى زي الفلاتر، في ناس بتقع فيها كتير. إزاي الإنسان يتحول ليضع نصب عينيه أن يحقق مسألة الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل القلبي أو بالشرطين القلبيين دول؟ يعني طبعا المسألة يعني أولا تحتاج أسرع طريق إلى هذا، الرفقة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، على دين خليله أي على ميله وهواه. فلا يمكن أن تجد رجلا تقيا يصاحب رجلا فاسقا، ما يتفقوش مع بعض. الصفات بتختلف، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والعرب تقول الصاحب ساحب. ساحب. فإذا أراد المرء أن يأتسي، أول شيء عليه لابد أن يختار الرفقة الصالحة، لذا أسرع وسيلة للاتساع. مع اختيار الرفقة الصالحة التي تسهل على المرء أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حنتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، وإن شاء الله على وعد بلقاء يتجدد مع فضيلة الشيخ. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.